طيب سياستنا فيما يخص القضية الفلسطينية عشان صفقة القرن اللي انتوا اتكلمتوا عليه، انا عايز اقول لكم ان التعبير ده تعبير اعلامي، يعني تعبير اكتر منه اعلام منه تعبير سياسي يعني. واحنا في جميع الاحوال موقفنا واضحة، مصر موقفها واضحة، هي موقفنا الواضح، بنقول نحن مع قوانين وكل ما خرجت من قرارات بواسطة الأمم المتحدة اللي هي المنظمة الدولية ذات الصلة بالموضوع، بنقول إن احنا حدود ما قبل 67، بنقول القدس الشرقية دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. فاحنا ما انا بس عايز اقول لكم احنا بنمارس الدور ده بهدوء مع الاطراف اللي خاصة بالقضية ديت، يعني بنحاول ان احنا نكون عامل ايجابي في ايجاد مخرج مقنع لايجاد لحل القضية ديت، ده موقفنا. طب احنا في القطاع ومع السلطة الفلسطينية بنسعى سعي حسيس جدا ان احنا نعمل مصالحة حتى تكون هناك يعني قيادة واحدة للتفاوض بين على القضية الفلسطينية بين السلطة وحماس. في قطاع غزة احنا لينا موقف واضح، ايه هو؟ ان احنا نخفف ما امكن من المعاناة اللي بيعيشها أكتر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع. القطاع مش كله السلطة ولا كله حماس، القطاع كله مواطنين فلسطينيين، حياتهم وتحسين أحوالهم ده أمر يهمنا وبنسعى عليه. وعشان كده على الأقل خلال الشهرين اللي فاتوا احنا كنا حريصين خلال رمضان وفي العيد وحتى الآن على أن المعبر رفح المنفذ يكون مفتوح عشان ييسر لأهالي القطاع ما أمكن ويخفف عنهم ما أمكن.